في إطار اليوم العالمي للعمال، نظمت بعثة المملكة العربية السعودية في جنيف ندوة رفيعة المستوى لإلقاء الضوء على المبادرة التي أطلقتها المملكة مؤخرا لتحسين العلاقة التعاقدية مع العمال. شارك فيها نخبة من خبراء منظمة العمل الدولية بجانب المندوب الدائم لبعثة المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف. في إطار اليوم العالمي للعمال، نظمت بعثة المملكة العربية السعودية في جنيف حدثا جانبيا عالي المستوى لإلقاء الضوء على المبادرة التي أطلقتها المملكة مؤخرا حول تحسين العلاقة التعاقدية مع العمال. هذه المبادرة تهدف إلى حفظ وتطوير حقوق العمال في المملكة العربية السعودية. تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية المملكة 2030 التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين ويشرف عليها سمو ولي عهد الأمين، والتي تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والتشريعية في المملكة العربية السعودية، ومن بينها التشريعات المتعلقة بالعمالة الوافدة في المملكة. الندوة التي عقدت تحت عنوان أثر القوانين الجديدة على حقوق العمال في المملكة جاءت في إطار رؤية المملكة الطموحة 2030، تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والتشريعية وحفظ وتطوير حقوق العمال في المملكة وحقوق العمالة الوافدة وفقا للمواثيق الدولية. We are very pleased to see that Saudi Arabia and the Saudi Labor Law Reform Initiative that follows closely a number of other promising reforms undertaken in the GCC to address the kafala system. الحراك الدبلوماسي النشط الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بين منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة يؤكد دور المملكة في الساحة الدولية ويعزز مواقف المملكة دوليا وإقليميا. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية الأمم المتحدة، جنيف.